إذن مثل ما ذكرت سابقا الطلاق يقع باللفظ الصريح ها؟ واللفظ الصريح الطلاق وما تفرع منه. وأما الكناية مثل يعني شو اسمه قوله ليس لي بك حاجة اذهبي لأهلك فليس لي بك حاجة ونحوها من الألفاظ التي تدل على كناية على الطلاق، لكنها لا تعتبر حقيقة طلاق إلا إذا اقترنت بالنية. هو عندما قالها ينوي أنه إيش أن يطلقها بهذا اللفظ، واضح؟ فهنا تعتبر إيش يعتبر من الطلاق هذا اللفظ ولو كان كناية، لكنه يعتبر من الطلاق. الأمر الثاني أن يكون موافق للطلب. يعني كيف موافق للطلب؟ هي تقول له طلقني طلقني، وهو يقول مثلا أنت مسرحة اذهبي أنت مسرحة، أو أنت يعني اذهبي لا حاجة لي بك. فهذه اللفظ مع طلبها للطلاق تدل على إيش قرينة على أنه يريد إيش يريد الطلاق. فلذلك يحكم بها من يرى أنه إذا احتف بقرينة فإنها تعتبر طلاق. نعم.